السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جار النورين. هذا البرنامج يتحدث عن دفناء العتبة الكاظمية المقدسة من علماء ومفكرين ورجالات دين، وسنسلط الضوء على أحد أبرز هذه الشخصيات، ألا وهو السيد محمد مهدي الواعظ، فكونوا معنا. اسمه ونسبه هو السيد محمد مهدي ابن السيد محمد الواعظ ابن السيد محمد صادق ابن السيد زين العابدين ابن السيد أبي القاسم ابن السيد الحسين بن أبي القاسم جعفر بن السيد حسين ابن قاسم ابن محب الله ابن قاسم ابن مهدي ابن زين العابدين ابن إبراهيم ابن كريم الدين ابن ركن الدين ابن زين العابدين ابن السيد صالح القصير محمد ابن محمود ابن حسين ابن حسن ابن أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى ابن حسن ابن يحيى ابن إبراهيم ابن حسن ابن عبد الله ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ولادته: ولد السيد في مدينة الكاظمية في محلة القطانة في 3 شهر شعبان المعظم سنة 1319 للهجرة. نشأ السيد محمد مهدي الواعظ في بيت شريف النسب، واصره موصولة بجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونما في حجر الفضل والأدب، وترعرع في كنف المجد والحسب، وارتضع من لبان العلم الأرب، حتى صار عالما يشار إليه بالأكف والبنان، وأصبح مرجعا للخاصة والعامة يقصده رواد العلم وعشاق الأدب، فهو يدرس ويؤسس وينتفع وينتفع من علمه الجم وفضله الغزير وأسلوبه الجميل وبيانه البليغ، وإنه طود العلم المنيف وعضد الدين الحنيف ومالك أزمة التأليف والتصنيف. أما دراسته رحمه الله فقد درس في طفولته في مدينة الكاظمية المقدسة، أحضر له والده في داره أساتذة، وتعلم القرآن الكريم والحساب ومبادئ العلوم العربية والمنطق والمعاني والبيان، وحضر مجالس العلماء في الكاظمية وحلقات التدريس لدروس المتون الفقهية والأصولية والكلامية، ثم هاجر إلى مدينة كربلاء المقدسة لتحصيل العلوم على يد السيد هادي الحسيني الخراساني الحائري، ثم هاجر إلى النجف الأشرف وحضر ودرس علم الرجال والفقه والأصول، واختص به عند السيد أبي تراب الموسوي الخنساري النجفي، كما حضر دروس الشيخ علي المازندراني النجفي علوم الفقه والأصول والأدب وغيرها من العلوم الأخرى. أما بالنسبة لإجازته فقد أجازه والده السيد محمد الموسوي الخنساري، وأجازه المجاهد الميرزا إبراهيم السلماسي الكاظمي، وأجازه الشيخ أسد الله الزنجاني، وأجازه أيضا العلامة أغا ضياء الدين العراقي النجفي، وأجازه الشيخ علي الشاهرودي، وأجازه السيد محسن الأمين، وأجازه العلامة الكبير والحجة الشهير الشيخ علي المازندراني الغروي، وأجازه المجتهد المجاهد الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، وأجازه المجتهد الميرزا هادي الحسيني الحائري، وأجازه العلامة الأديب الشيخ جعفر النقدي، وأجازه أيضا السيد أبو تراب الخنساري، وأجازه أيضا جماعة من العلماء.
علومه ومعارفه. كان واسع الاطلاع في الكثير من العلوم، ومنها علوم الطب والحيوان والفيزياء والعلوم الحديثة، مع نبوغه في العلوم الفقهية والأصولية وعلم الرجال والأدب والأخلاق، حتى بلغ رتبة الفقهاء والمجتهدين قبل بلوغ 24 سنة. آثاره: له من المؤلفات المطبوعة والخطية أكثر من 80 كتابا، ومنها كتاب أحسن الوديعة، وكتاب معجم القبور، وكتاب المسلسلات في الإجازات، وكتاب علماء معاصرين، وكتاب صرف العناية في حل معضلات الكفاية، وكتاب نزهة المرتاضي في شرح طهارة الرياض، وكتاب القول المقبول في مباحث الأصول، وكتاب جامع الشتات في النوادر والمتفرقات، وكتاب نفائس الكلام في شرح أسماء الله الحسنى العظام، وكتاب زبدة الكلام في المنطق والكلام، وكتاب الأنوار الكاظمية في أحوال السادة الموسوية، وكتاب النقد والبيان، وكتاب دوائر المعارف وغيرها. من صفاته رحمه الله كان له نهاية الفطنة وسرعة الخواطر وحلاوة المنطق وعذوبة التقرير وإباء النفس وعلو الهمة وكرم الأخلاق وبلاغة الإنشاء وفصاحة الإملاء وقول الحق واتباع الصدق وحب السنن واجتناب المنن وحسن السيرة وصفاء السريرة وبهاء المنظر وبشاشة المخبر، أبي النفس، كريم الطبع، متواضعا، زاهدا، صابرا، يحب الخير، وهو من الرجال الأكفاء الذين يميلون إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، شديد التعلق بمدينة الكاظمية المقدسة، وكان يقيم الجماعة في الصحن الكاظمي الجوادي الشريف، ويجلس قبل الصلاة بساعة ويستمع إلى مسائل المؤمنين وقضاء حوائجهم، وكان كثير العبادة قليل الكلام إلا في المسائل العلمية. وفاته: توفي في يوم الأحد 16 من شهر محرم الحرام سنة 1391 للهجرة، الموافق 1971 للميلاد، في مدينة الكاظمية المقدسة، وله من العمر 72 سنة، وشيع من قبل أهالي الكاظمية وبقية المناطق الأخرى من العراق بتشييع مهيب، حيث سجي في مقبرة الأسرة في الصحن الكاظمي الشريف جنب والده قدس سره، كما أذيع خبر وفاته من دار الإذاعة العراقية. صلى على جثمانه الطاهر ولده العلامة السيد علي الموسوي الكاظمي وعدد من العلماء الأعلام، وعلى رأسهم مدرس الحوزة العلمية في الكاظمية المجتهد الشيخ فاضل اللنكراني وجمهور غفير من المشيعين. أقيمت الفاتحة على روحه الطاهرة في الصحن الكاظمي الشريف في السرادق المقام من قبل موكب خدمة الجوادين عليهم السلام لمدة 5 ليال، كما أقيمت مجالس الفاتحة داخل وخارج العراق. في أي يوم توفي السيد محمد مهدي الواعظ؟ في يوم 16 محرم الحرام، في يوم 25 من محرم الحرام، في يوم 5 من محرم الحرام. توفي السيد محمد
الواعظ يوم 25 محرم. في أي مدينة توفي السيد محمد مهدي الواعظ؟ الكاظمية، دمشق، مشهد. توفي السيد محمد مهدي الواعظ في مدينة الكاظمية المقدسة. في أي شهر توفي السيد محمد مهدي الواعظ؟ شهر شوال، شهر محرم، شهر صفر. توفي السيد محمد مهدي الواعظ في شهر محرم. في أي مدينة ولد السيد محمد مهدي الواعظ؟ الكاظمية المقدسة، الكوفة، أصفهان. ولد في مدينة الكاظمية المقدسة.